تسمح لنا الدراسات التي تراكمت على مدى نحو 3/4 القرن بتحقيق مغامرة التجول في معبد بيل العظيم واسترجاع ملامح احتفالاته المهيبة. إنه حلم إعادة بناء معبد بيل كما كان في عهد زنوبيا. ننحني للدخول إلى المعبد من مدخل الأضاحي. نمر عبر المنحدر الذي كانت تعبره الأضاحي والمؤمنون، فنطل على تلة الهيكل الذي يبدو أمامنا بكامل روعته. لا شك أن الكهنة وعلية القوم كانوا يدخلون من المدخل الرئيسي للمعبد عبر رواق ضخم مسبوق بمدخل معمد وسط الواجهة الغربية، مما يزيد من شعور الداخلين إلى حرم المعبد بعظمة وأهمية المكان. وفي باحة المعبد كانت تقوم منشآت عدة، أهمها قاعة المأدبة، حيث كانت تتوج الاحتفالات بولائم خاصة، إضافة إلى المذبح والحوض المقدس ممر الأضاحي وغرفة صغيرة مربعة الشكل بزخارف رائعة تحفها من كل جانب.